أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج النجاح والإبداع، نساء في معترك الحياة. سنكون اليوم مع ابنة البلد الأصيلة، مع رمز من رموز الثقافة والحضارة. بدأت بدراسة الموسيقى والبيانو في 7 من عمرها، ثم سافرت إلى فرنسا لتكمل الدراسة التي أحبتها. عادت إلى بيرزيت لتكتب وتلحن وتعلم. سنكون اليوم مع الأم والمعلمة والملحنة. اسمحوا لي أن أرحب بالموسيقية ريما ترزي. أهلا وسهلا بك ريما. أهلين. كل عام وأنت بخير. أنت بخير إن شاء الله. بالبداية ريما، لو نتحدث قليلا عن ريما الصغيرة، بعد أن أشكرك طبعا على استضافتك لنا في منزلك العريق والجميل. كل ما في البيت يعبر عن روح الموسيقى والفن بالحقيقة. لو نتحدث قليلا عن ريما الصغيرة، كيف بدأ ولعها بالموسيقى ومتى صارت أناملها أول مرة على البيانو؟ بفكر بديت أتعلم موسيقى وأنا عمري 7 سنين مع الأستاذ سلفادور عنيطة، و يعني ربما وأنا صغيرة كنت أتذكر أسمع مرات موسيقى وأعمل حركات إيقاعية معها، فدائما كنت أحب الموسيقى. بس صار ولعي، ازداد ولعي بالموسيقى عندما بدأت أعزف البيانو. وكان الأستاذ عرنيطة بالنسبة لنا قدوة أو مثال للموسيقار العبقري، كنا كتير يعني مذهولين بعزفه بتأليفه وبقدرته على العزف بدون ما يطلع على الموسيقى على النوتس. فإحنا صغار طبعا كنا نلاقي هذا إشي مذهل، كنا لسه صغار. والحقيقة لما كبرت ونميت دائما كنت ملتزمة بالتدريب والتمرين، وهذا هيك بديت حياتي من هالناحية هذه. درستي في البداية في كلية بيروت للبنات، ثم انتقلتي إلى فرنسا لدراسة الموسيقى وعدتي إلى الجامعة الأمريكية في بيروت. مزيد. درستي علم النفس واللغة العربية. نعم. كيف ارتبطت هذه الدراسة بالحب الأول الموسيقى؟ شايفي هذا وإحنا صغار في عمر الورود، لما نطلع من المدرسة مش عارفين شو بدنا، بنكون بدنا مليون شغلة آن واحد. كنت أحب الموسيقى، دائما كانت يعني معي وكانت شغفي. بس لما رحت على فرنسا ورجعت بعد ما أول شيء رحت على كلية بيروت للبنات، درست برضو موسيقى هناك ودرست دروس أخرى، ولما خلصت 2 سنين أخذت الصفمور الشهادة قررت إنه لا بدي أكمل موسيقى. رحت على فرنسا ورجعت، اضطريت أرجع لأنه كانت عمتي نبيها مؤسسة جامعة بيرزيت كانت مريضة مرض خطير، يعني عرفنا إنه مش راح تعيش أكثر. فكان دائما تقول ابعتوا ورا ريما، كنت البنت البكر لوالدي اللي هو وحداني بين 8 عمات، فكانت كتير متولعة فيي. الحفيدة الأولى. فلما رجعت شعرت إنه كانت وقتها فترة، كان الحكي عم نحكي سنة 49، كانت نكبة صارت وبرزيت بحاجة لمساعدة وحاجة لمعلمين وحاجة. فطلب مني الوالد، توفت عمتي الحقيقة بعد كم شهر من ما بوصولي، فطلب مني الوالد شو قولك ضلك تساعدينا في برزيت. فضليتني هديك السنة مع أنه كان عندي تيكت الرجعة على فرنسا، فضليتني. وبعدين السنة اللي بعدها قال لي شو قولك كمان ضلك كمان سنة، لأنه كنا وضع سيء في المدرسة وقتها، محتاجين معلمين، كل المعلمين اللي كانوا سافروا والوضع المالي كان كتير سيء. فضليت صرت أعلم نشاطات موسيقى ولغة ونشاطات أخرى، ويعني كنت كتير نشيطة في هذيك الفترة. بديت من وقتها ألحن، كنت أنا صغيرة ألحن الحقيقة، بس كان ابن عمتي كمان ناصر هناك، فبديت ألحن له الأناشيد اللي بتعبر عن الحنين للوطن وبتعبر عن الثورة ضد الواقع وإلى آخره. فبديت ألحن له من هذيك الفترة. فبعدين بعد ما خلصت صار اهتمامي كمان أكتب، فقررت إنه أروح على الجامعة وأدرس علم نفس ولغة عربية. قلت علم نفس بيساعدني بالكتابة واللغة العربية مشان الكتابة يعني بيساعدني إذا بدي أكتب.
فهذا السبب اللي كان. وظل الواحد كل حياته يغير رأيه ويقول يا ريت درست هيك يا ريت درست هيك، بس هذا اللي صار وقتها. بس أكيد علم النفس مرتبط بالموسيقى، لأنه الكل بيحكي دائما ومعروف قديش الموسيقى شفاء للروح. بتخليني أنتقل مباشرة من كلامك لسؤال كنت شوي مأجلته. كلنا بنعرف كمال ناصر، لا أحد لا يعرف كمال ناصر، خاصة من وطأت قدمه في بيرزيت للدراسة أو للزيارة. كلنا بنعرفه بالاسم أو بالكتابات، بس ما منحدش بيعرف شخص كمال ناصر، لو تحدثينا قليلا عنه. هو كمال ناصر ابن عمتي، هو من بيرزيت، ابن بيرزيت ابن عمتي، وبكبرني بشي 8 سنين. فكان دائما شخصية مميزة، أول شيء عنده كان حضور جماهيري مميز الحقيقة. كان لما يقف يخطب في مثلا المدارس أو في الجماهير يلفت نظر ويحمس الناس ويعني يستنهض همامهم، كثير كان من هالناحية. بعدين كابن عمتي كان احنا كثير كنا قريبين مع بعض، احنا اولاد عمتي، عندي انا 3 عمات متجوزات، تنتين منهم اولادهم يعني شيء منهم بجيالنا، فكنا دائما مع بعض. فكمال كان هو صغير، من الاشياء اللي بتذكره لما كان يكون سوق عكاظ دائما لما يتعلق معه ما يحفظ الشعر مثلا يقول البيت الثاني يرتجل البيت، فكان دائما مميز من هالناحيه. ودائما كان يعني شعوره الوطني كثير كثير قوي الحقيقه. في بيرزيت هذا الشعور كان كله متجذر فينا، لأنه العيلة والأساتذة كلهم كانوا حب الوطن وحب المصلحة العامة كانوا يدرسوها في نفوسنا. فدائما نفكر دائما المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة والوطن وفلسطين، فدائما كانت هذه يعني بدون ما نشعر قسم من حياتنا. شوفي كل الطلاب والطالبات في هذاك الوقت، والأساتذة اللي كانوا يجونا كمان أساتذة من لبنان، كلهم بنفس النفس. كانت القومية العربية في أوجها بهذيك الأيام. فالأناشيد كمان، الأناشيد اللي كان عرنيتا مثلا أول ما كان يعمل أناشيد خاصة بالجامعة، كانت كلية خاصة بها، كلها أناشيد وطنية. وكنا كل سنة في حفل التخرج لازم يكون نشيد وطني أو نشيدين من تأليف. لحنتي من أشعار كمال ناصر طبعاً. شو كانت أقرب قصيدة لقلبك؟ خلينا كنت ألحن له أول قصائد صغار مثلا زورق الحائر، أي هذا الشعب، ولحن عمل قصيدة لعمتي لما توفت لن تعود. فهدول لحنت لهم اياهم، لحنتهم بهذيك الفتره. بعدين بعد استشهاده لحنت له 4 قصائد، الحقيقه هن قصائد طويله، منهم الوصيه الاخيره. كان هو عنده حدث دائما في حياته يشعر انه راح يصير له شيء، فكاتب الوصيه الاخيره من عده سنوات وبخاطب فيه كانه بخاطب ابنه، بقول له حبيبي اذا ما اتاك الخبر والاخري. فبعد ما استشهد أنا قعدت ألحنها، وأجت تانية تغني معي، أقولها مشان تسمع دائما، تانية كانت هي اللي تغني معي وتسمع شو تانية مرت أخوي بيكون ورفيقة الفند. فقعدنا نغنيها تغني ونبكي أنا وياها مش عارفين. فهذه من القصائد اللي يعني عزيزة علي كتير. بعدين لحنت له بعدين كمان أغنية النهاية، وكمان أمين ناصر لحن نفس الأغنية، وإحنا بدون ما نعرف عن بعض أنا لحنتها وهو لحنها كل واحد شكل. وبعدين لحنت له مؤخرا آخر شيء لحنت لكمال النبي العاجز، هذه ما حد لسه أداها. وبعدين لحنت له عرفته يا الله. أول ألبوم لإلك ريما كان منذ أكثر من 30 عاما، على ماذا احتوى هذا الألبوم أو ماذا كان اسمه؟ هو الألبوم عملنا اسمه أحلام شعبي، كان هذا عبارة عن أنا بديت أعمل أكتب الأغاني سنة 79 يوم عام الطفل العالمي. ما كنتش أكتب أبداً، كنت دائماً ألحن للناس المعروفين زي عمار أبو ريشة من أوائل اللي عملت له،
لسميح القاسم، فدوى طوقان، إبراهيم طوقان، محمود درويش. بس لما عاصرت آلام شعبي وعاصرت الهموم اللي كنت دائما، يعني تعرف إحنا كحركة نسائية كنا نشطين في بالاعتصامات ومساندة الأسرى والشهداء، عائلات الشهداء، فعاصرت آلام الإمرأة والأهالي والناس اللي في هذيك المرحلة، فشعرت أنه لازم أنا أعبر عن ما يدور في ولدي، مش بس أعتمد على القصائد العظيمة اللي موجودة. فشعرت أنه بدي أعبر عن واقعي بطريقة بسيطة اللي فعلا بتعبر عن قوة وصبر المرأة الفلسطينية وأهالي المعتقلين والشهداء اللي كانوا الحقيقة يلهموني. يعني بتتروحي بدك مثلا تواسي عائلة تلاقيها هي عم تواسيكي من قدر ما هي صابرة وصامدة. فبديت في أغنية العصفور، عملتها للطفل الفلسطيني. اليوم كان الطفل العالمي، عام الطفل العالمي سنة 79. نيالك يا عصفور، نيالك يا عصفور، انت حر الطريق وانا سجين مظلوم، نيالك. فقلت ليش نضلنا نغني أغاني لأننا ناس ثانيين، خلينا نعمل أغنية خصوصا للطفل الفلسطيني. كنت في هذاك الوقت وأنا سنوات طويلة أعمل متطوعة طبعا في إنعاش الأسرة، ومن أهم الأشياء اللي كنت أعلمها كنت أعلم الأطفال الصغار، وكتير كنت أحب أعلم الأطفال الصغار لأنه كانوا يعني يحبوا الموسيقى وتشعري قديش كان ترفع عنهم. فعملت لهم هاي أغنية العصفور. لما سمعتها تانية قالت لي هاي مش للأطفال، أنا بدي أغنيها. تحمست بعدها، صرت أعمل أغاني، كلمات أغاني تانية للأطفال، لأطفال إنعاش الأسرة. وبعدين صرت أعمل أغاني للكبار. اللي كان عندي جوقة في جمعية شباب مسيحية من أصدقاء وشباب اللي كتير موهوبين، وصرنا نغنيهم. هادول الأغاني عملتهم في ألبوم أحلام شعبي. وقتها قالت لي تانية يا ريما، هي وقتها أخوي حنا أبعدوه طبعا وكانت بعيدة عني، تيجي مرات هون ونغني مع سوا. قلت لي شو قولك، أحسن ما أي شيء يصير إلي وإلك قبل ما نموت، خلينا نوثق هالتاريخ هالتجربة. فعملنا، كانت تجربة حقيقة مضحكة لما سجلناها بعمان، يعني قصة طويلة تسجيلها. بس المهم سجلنا مع جماعة أصدقاء في عمان، تمرنوا على الأغنيات وسجلنا تسجيل بسيط بس مش بطال. مش بطال أكيد. وهو البداية، يعني أكيد له رونقه. بالحقيقة من يقرأ في نشاطاتك وفي سيرتك الذاتية ينبهر من وجودك في المؤسسات والجمعيات، فأنت عضو مجلس أمناء في جامعة بيرزيت، رئيسة هيئة الإدارة العامة في الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية ويعني سابقا، وعضو في هيئة الإدارة في جمعية إنعاش الأسرة، وكذلك معهد إدوارد سعيد، يعني أنت كمان من المؤسسين في المعهد. يعني في ظل كل هذا النشاط، يعني ما هي الرسالة أو الفكرة التي تؤمن بها ريما وتؤديها عادة في نشاطاتها؟ أهم شيء أنه أنا بعتقد أنه تربويا يجب أن نحافظ على القيم والأخلاق أهم من العلم. يعني لسوء الحظ إحنا عم نتعلم هلأ في جامعات ومدارس، والعلم منتشر في فلسطين، ولكن يجب أن لا نغفل عن القيم الأساسية اللي لازم نتحلى فيها. من أهمها أول شيء أهمية الاهتمام بالمصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة. هي قصة المصلحة الخاصة يعني بتدمر دول. ثانياً طبعا المساكيات المهمه، الاخلاص والصدق والامانه والعمل، هذا كله طبعا مهم.
بس من أهم الأشياء اللي هلأ في هاي المرحلة بشعر إنه بحب أركز عليها الوحدة، الوحدة بين الشعب الواحد والمحبة. يعني أنا بشعر إنه أصبحنا بطلنا نحب بعض مثل ما لازم. يعني مش ضروري أنا أكون أوافق معك أو أآمن باللي بتآمني فيه مشان أحبك أو مشان أقبلك. فقبول الآخر هذا أصبح صعب عندنا، وهذا خطر كتير. أنا بفكر شو الأسباب برأيك اللي وصلت الأسباب؟ أنا بفكر تعرفي يعني القبلية بتضلها عند الإنسان. يمكن كانت العائلية مهمة، انتقلنا من العائلية للقبلية، بعد انتقلنا من القبلية للحزبية، صارت الأحزاب السياسية من كتر ما هي مهمة. وأنا أفكر الحزب السياسي مهم جدا للنهوض بأي بلد، ولكن لسوء الحظ صار الانتماء للحزب السياسي أكثر من انتماء للوطن الكل، خصوصا في مرحلة التحرر. أنا أفكر في مرحلة يمكن بعد التحرر ممكن هذا يصير، بس مرحلة التحرر يجب أن كل القوى تتكاتف حتى التحرر، حتى مرحلة التحرر. أنا بآمن أنه لازم نكون عندنا رؤية شو بدنا في البلد اللي بدنا إياها، مش بس نتحرر وخلاص. بدنا نتحرر ونعرف أنه القيم اللي بنآمن فيها يجب أن تكون سلف وبدري مجهزة في عقول أطفالنا. قبول الآخر، التسامح، المحبة، الانفتاح الذهني. يعني تحدثت عن تغيرات مهمة في القيم الاجتماعية، بدي أنتقل لتغيرات شوي مختلفة. الشعب الفلسطيني تعرض لنكبات ونكسات، خلينا نقول سياسية، يعني من حرب إلى حرب إلى حرب. كيف بتعتقدي هذه المحطات السياسية الهامة على الشعب الفلسطيني أثرت على البيت وعلى الأسرة وعلى الموسيقى كمان، على نوع الأغاني، طبيعة الألحان؟ طبعا طبعا. يعني أنا بذكر الأسرة من ناحية أحيانا الظروف الصعبة أو النكبات أحيانا بتقوي عزيمة الناس، ومن نفس الوقت ممكن تهدهم وممكن تفككهم. صحيح. فدائما عندك هالشغلتين. فأنا بفكر الأسرة خاصة الأسرة اللي تتعرض للأطفال الصغار اللي بتعرضوا لهجمات في الليل، مثلا لما الجنود بفوتوا على البيت بيقتحموا البيت، هذه عم بعض أطفال أكيد عم بتأثروا تأثير كتير سلبي. ولما الولد يشوف إنه أبوه اللي هو حاميه، أبوه عم بنهان تحت نظره، لما الجيش بهين الأب اللي هو حاطه مثال وقدوة له، قديش هذه عم بتأثر بالولد. فيعني ظروف النفسية كتير عم بتأثر. بنفس الوقت في ناس بتخطوا بيجتازوا هذول، ويمكن احنا دورنا بالأغنية بالنشيد بالتربية بكل النشاطات الثقافية اللي هي مهمة اللي بتفرغ الإنسان، منعلم الطفل يتجاوز هذه الصعوبات. شعرت بأي تغير بالألحان اللي أنت بتقدميها مثلا بعد 48 أو بعد 67؟ حسيت أنه أنت في عندك رسالة مختلفة لازم تأديها، لازم مثلا من خلال الموسيقى تضيف البهجة لحياة الناس. يعني شعرت بأي تغير من هذا النوع؟ بدون شك، ما هو الواحد حتى بتطور موسيقيا، بتطور موسيقيا. وفعلا قبل كنت عشان ألحن لشعرة مختلفين، يمكن لما صرت ألحن أغانية أو أكتب أغانية نفسي، دائما كنت حريصة بآخر الأغنية أنه أنهي بمسحة أمل. بس بدون شك موسيقيا بتطور الواحد موسيقيا يعني، أما كمان الكلمات تتطور مع الأحداث. يعني هلأ وصلت لمرحلة مش قادرة أكتب قصص أكثر، لأنه يعني المصايب اللي عم بتصير أكثر من الحكي. صارت القصص حجمها الحزين أكبر من الموسيقى. تحدثت عن ألحانك لكمال ناصر، لحنت للكثير من الشعراء العرب والفلسطينيين، أبو القاسم الشابي، فدوى توقان، إبراهيم توقان، لحنت لمحمود درويش. نعم. شيء لم يسمعه. هذه بتحز بنفسي، وبعرفش إذا كان يعني لأنه كنتش مستعدة، لأنه لما أجا هذه بدها جوقة، بدها صوت منفرد وجوقة، كانش عندي جوقة وقتها وبدها يعني شغل.
فهذه حابة شي يوم يمكن على ذكرى وفاته أو شي نعود نجدد عملها، لازم هذه نلحن. بالحديث عن ألحانك وعن القصائد اللي لحنتيها، بنحب لو تسمعينا إشي من عزفك يعني على البيانو، بما أنه إحنا عندك اليوم. عشتي حرب 1967، وأكيد كان فيها الكثير من الأحداث والذكريات الأليمة يعني والمضحكة أيضا. نريد قصة من ذاكرة ريما في حرب 67. أول شيء بتذكر عرايك المضحك والمبكي، كنا رحنا عبر زيت، لأنه كان زوجي طبيب وطلبوا من الأطباء كلهم كل واحد يروح من مكان، فراح على مستشفى العسكري على أساس في بيتين كانت، وعلى أساس أنه هو جراح دماغ يكون هناك. بعدين ما شفنا إلا بعد يومين ثلاثة، بقولنا أول يوم، ولا بقولنا هيهم بدهم ينسحبوا، بدهم يروح على كفر مالك، واللي بيروح على كفر مالك بيروح على عمان. أنا رجعت، ترك رمى كل أوعي وأجا أجعلنا عبر زيت. كنا برزيت أختي وأنا والعيلة اللي ضلوا، بعدين طلاب كانوا بعد الطالبات حشروا برزيت، اللي أجوا أهليهم أخذوهم أكم واحدة ضلت وأكم شاب ضل. فلحسن الحظ عشان الجامعة عندها كانت مونة وإشي كان يعني دبروا حالهم. المهم لما صارت أول ما بدوا سمعنا إنه فاتوا عبر زيت، نسمع الراديو كنا يقولوا هاي مدخلوا عرم الله وهي مدخلوش، ما شفنا إلا كان في خال تانية عندنا معهم، كان جاي من برا ونحشر هناك، يطلع يقول شوف الفتشات، يقول دي فتشات عراقية، هو من مصر فتشات عراقية، وإحنا صدقنا. بعدين شو اسمه ولا فاتوا عبر زيت صاروا هالشباب يقولوا لهم إيش الله يحييكم الله يحييكم. قال له واحد إحنا إسرائيلية، حسبوهم دبابات عربية، حسن حسبوهم الجيش العربي. قال له هيك هدلاك حزان الناس. مهم أنا بتذكر لما قالوا ارفعوا الأعلام البيض، مفيش عندنا إيش نرفع أعلام بيض، رحنا جبنا دور جينا فوطة من فوط موسى كان بيبي موسى ابن عنا، فرح هذا العلم. بعدين أنا وتاني قعدنا إيش نعمل؟ نغني أمتي هلك بين الأمم. أنا عملت العمار أبو ريشة، منبر للسيف أو الغنم، بالآخر لا يلام الذئب في عدوانه إن يكن راعي عدو الغنم. فغنيناها وإحنا نبكي. في الحقيقة الحديث معك لا يمل، يعني حديث مسلي للتعلم ومسلي للمعرفة، وشكرا كثير لكل الدروس والقيم اللي أعطتنا إياها. شكرا لوجودك معنا ريما ناصر ترزي. شكرا. وكل عام وانت بألف خير. تسلمي. مع الإيمان بدور المرأة داخل المنزل وخارجه، ومع كل هذه القيم الجميلة من العدل والسلام والمحبة، نختتم حلقتنا اليوم من برنامج نساء في معترك الحياة، على أن ألقاكم الأسبوع المقبل مع قصة جديدة مليئة بالنجاح والإبداع. هذه تحياتي عدل الناظر، إلى اللقاء.